بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. عوائق اللغة والثقافة. عوائق اللغة والثقافة. اللغة أنا شايفة أنها مش معوق بنسبة كبيرة. كل الحكاية أن أنا لازم أكون حذر، أن أنا لما باخد منتج عشان أسوقه، فرض أن المنتج ده مش بتاعي وأن أنا باخده من شركة عشان أسوقه، ضروري أن أنا أكون باخده بلغة أنا بعرف أتعامل بيها. يعني لو المنتج دوت بيستهدف الشعب العربي، أظن أنا برضو عربي وأعرف أتعامل مع الشعب العربي. لو بيستهدف شعب غير الشعب العربي، يبقى مهم ان انا اعرف لغة البلد اللي هسوق فيها المنتج دوت، وإلا يبقى ادور على منتج تاني اسهل عندي في التعامل. عوائق الثقافة. الثقافة دي مهم جدا ان انا افكر في المنتج دوت. لو فرضنا ان انا مثلا هروح ببلد افريقية مثلا او بلد عربية، والبلد دي انا معرفش ثقافتها او ليها ثقافة مختلفة عن الثقافة المصرية بحكم ان انا مثلا مصري، طبيعي قوي ان انا يكون عندي الوقت الكافي، وده بيقابل اتفاق بيني وبين صاحب المشروع، ان يكون عندي وقت كافي ان انا اتعرف على ثقافة الدولة دي واشوف هما بيحبوا ايه. هنتكلم في ده فيما بعد، وهنقول ان يمكن يكون اكتر حاجة هتساعدني في التعرف على ثقافة البلد ديت هي المواقع الشبكات الاجتماعية اللي هتخليني هعمل سيرش على الناس اللي هم من البلد دولت، وهتعرف عليهم وهعمل اد فريند وهتصاحب على ناس كتير، وهبتدي ادخل معاهم في حوارات بعيد خالص عن المنتج. هتكلم معاهم مثلا، هنزل كومنتات، هنزل صور، هنزل معايدات مثلا، كروت معايدة مثلا في المناسبات والاعياد وشهر رمضان وكده. الحاجات دي اللي هتعلمني ثقافة البلد دوت، بالاضافة لان انا لازم اقرأ عنهم شوية برضه، لازم ادخل على اكتر من مكان، اكتر من موقع، واعمل سيرش باكتر من طريقة، واعرف ثقافة البلد دي عشان اعرف اتواصل مع اهلها، اعرف بيحبوا ايه بيكرهوا ايه، هل المنتج ده مناسب ليهم فعلا ولا مش مناسب، اتكلم معاهم بلغة يفهموها وانا كمان افهمها. فاللغة والثقافة هما مش عائق ولا حاجة، ولكنهم محتاجين بعض التمرين. بالنسبة للغة مش هننسى طبعا ان احنا لو بنبيع المنتج ومحتاجين ان احنا نكتب الاعلان بتاعه باللغة الانجليزية، لو احنا ما عندناش قدرات في اللغة الانجليزية قوية، سهل جدا ان ندخل على جوجل ترانسليت او جوجل ترجم، وترجم البوست بتاعي او الاعلان بتاعي، وطبعا استعين بحد من الاصدقاء اللي بيعرف اللغة الانجليزية. ولو انا طموح بقى وعندي تطلعات للمستقبل وكده، ممكن في المستقبل ادور على كورسات نفس اللغة واتعلمها. الخصوصية والامن. خصوصية المعلومات دي من الحاجات المهمة جدا. مهم ان انا لما اقدم منتج، مهم ان انا يكون المنتج دوت بتاعي الى حد ما، بمعنى مش المنتج نفسه، انا ممكن اكون واخد المنتج من شركة، بس مهم ان انا اكون متعرف الشركة دي معينة كم مسوق الكتروني معايا. يعني لو الشركة بتتعامل مع اكتر من مسوق الكتروني، مهم اوي ان انا اكون عارفهم، ومهم ان انا يكون ليا الداتا بتاعتي الخاصة المنفصلة عن كل مسوق تاني، بحيث ان هو بيسوق لنفسه عشان خاطر ياخد الكوميشن بتاعه وينجح في شغله، وانا بسوق لنفسي عشان اخد الكوميشن بتاعي وانجح في شغلي. فبنعمل بعض الحاجات زي ان انا مثلا بحط كود مثلا على الصور بتاعتي، بحط بسيب رقم تليفوني او ايميلي علشان خاطر يحصل تواصل على الرقم بتاعي انا مش رقم الشركة. بعمل صور، مهم جدا ان الصور تكون صور المنتج بالفعل مش واخدها من على الانترنت. يعني لو فرضا مثلا ان انا ببيع حاجة زي، هنقول مثلا حاجات مثلا الكترونيات، مهم قوي ان اخد صور الكترونيات من المنتج الاصلي مش صور منسوخة من على الانترنت، ومهم قوي ان انا اعمل لها علامة مائية او احط لوجو الشركة تحتها او احط كود ليا انا لو انا مسوق ومعايا اكتر من حد، معايا فريق عمل، بحيث ان يبقى في خصوصية في المعلومات عشان خاطر لما يجي العميل يتصل بيا ابقى انا عارفة ان العميل ده جاي لي انا. لو العميل اتصل بالشركة ابقى عارفة ان العميل ده اتصل بالشركة من خلالي. يبقى الخصوصية والامان. تحديات السداد الالكتروني واللوجستيات.
السداد الإلكتروني الحمد لله بقى عندنا أكتر من حاجة في السداد الإلكتروني، عندنا الفيزا وعندنا الكريدت كارد وعندنا كروت الإنترنت، وعندنا دلوقتي بقى في كمان حلول تانية من خلال شبكات المحمول بدأت تعمل حلول اللي هي تحويل الفلوس، عندنا البريد السريع ممكن وأنا بسلم المنتج أستلم الفلوس من خلال شركة البريد السريع، عندنا كمان البريد المصري في تحويل الفلوس، في أكتر من خدمة، في أكتر من طريقة أقدر أستلم بيها فلوسي وأسلم بيها المنتج، وهي دي التحديات اللي كانت فيها مشكلة من فترة لكن الحمد لله اتحلت. تحديات البنية التحتية في الدول النامية دي، المشكلة دي بتقابلني في المناطق العشوائية وفي الصعيد وفي الأماكن اللي لسه ما انتشرش فيه خدمات الإنترنت، ولو إن برضو شركات المحمول بدأت تحل المشكلة ديت وبدأت تظهر الفلاشة الصغيرة أو اليو اس بي مودم اللي بياخده معايا في أي مكان وبشتغل بيه. عناصر المزيج التسويقي التقليدي والإلكتروني، هنعمل مقارنة بسيطة جدا بين عناصر المزيج التسويقي التقليدي اللي احنا عارفينه طول عمرنا وبين عناصر المزيج التسويقي الإلكتروني. زي ما حضراتكم شايفين كده ان انا عندي الصورة ديت فيها 4 عناصر: الترويج والسعر والتوزيع والمنتج. طب نشوف بقى لو المزيج التسويقي الإلكتروني هيبقى كام. بقوا 7 عناصر: عندي الترويج والأمن والمجتمعات الافتراضية والسعر والمنتج والتوزيع والموقع. عندي أكتر من عنصر، عندي دلوقتي 7 عناصر. طيب هنتكلم على العناصر دي واحدة واحدة. قبل ما نتكلم على العناصر دي واحدة واحدة هنقول طيب هي العناصر ديت زيادة العناصر، الأول كان 4 4 وبقوا 7، ايه اللي يعني ايه اللي اتغير؟ يعني دي ميزة ولا عيب؟ زيادة عناصر المزيج التسويقي هتؤدي بالضرورة لزيادة عدد افراد طاقم العمل. ليه؟ لان انا دلوقتي بقى عندي 7 وظائف فانا محتاج لهم 7 افراد، اذا ما كانش مضاعفات ال7 كمان. يعني انا عندي 7 وظائف، لو كل وظيفة عين لها موظف واحد يبقى انا محتاج 7، لو كل وظيفة عين لها 2 هبقى محتاج 14 الى اخر. زيادة التخصص هتؤدي الى زيادة الدقة، ده مفهوم. كل ما يبقى فيه تخصص كل ما انا بقول ان انا كل عنصر من عناصر المزيج التسويقي هعين له موظف، اذا بقى فيه حاجة اسمها ايه؟ تخصص. والتخصص ده هيؤدي للدقة، والدقة هيؤدي ايه؟ هتؤدي الى قدرة الموظف على انه يبتكر ويضيف للعمل بتاعه، بدل ما كان بيعمله بسرعة عشان خاطر وراه وظائف تانية، لا بقى بيعمله ايه؟ بدقة، وبدأ يعمل ابتكارات فيه وبدأ يستهدف شريحة اكبر من ايه؟ من السوق. يبقى اتساع نطاق الشريحة المستهدفة. الموقع، اتكلمنا عن الموقع قبل كده وقلنا ان الموقع ممكن يكون مجاني اللي هو السب دومين، او موقع مدفوع اللي هو الدومين. الموقع المدفوع ممكن يكون ستاتيك ويب سايت وممكن يكون دايناميك ويب سايت. الدايناميك طبعا حضراتكم عارفين الدايناميك اللي هو الموقع التفاعلي اللي هو بيحصل فيه بينزل فيه ابديت للداتا بتاعته يوميا، زي مثلا المواقع الاخباريه، زي المواقع الرياضيه، زي المجلات والصحف. المواقع دي دايناميكيه لانها بيحصل فيها ابديت يومي. الستاتيك اللي هو موقع اللي هو الموقع اللي ما بيحصلش فيه ابديت يومي ولا حاجه. السب دومين والدومين اتكلمنا عليهم قبل كده وقلنا ان السب دومين بيبقى مجاني او مش مكلف، بس بيبقى محتاج مجهود اكبر في الايه؟ في العمل. المنتج قد يكون منتج او خدمه، وفي كلتا الحالتين لابد من توضيح كافه المعلومات التي يحتاج اليها العميل. مهم جدا ان انا اكون مستخدم الموقع بتاعي في ان انا احط كل بيانات المنتج او الخدمة بتاعتي باستفاضة، بحيث ان انا ارد على اي تساؤلات ممكن يسألها العميل لنفسه وهو بيتصفح صفحات الموقع بتاعي. الترويج، يتكون الترويج من شقين اساسيين هما الخطة التسويقية والعروض الترويجية. الخطة التسويقية هنتكلم عليها باستفاضة، والعروض الترويجية قلنا من وقت للتاني احنا محتاجين نعمل عروض حسب مواسم العمل. قد يكون المنتج موسمي زي مثلا
الرحلات والمصايف مثلا، المنتج الموسمي ده بيبقى محتاج عرض تخفيض سعر من وقت للتاني، بحيث ان هو يحصل ايه، يحصل زيادة على الايه، على الطلبات. السعر من السهل جدا البحث عن اسعار المنتجات والخدمات المماثلة على شبكة الانترنت. السيرش مفتوح عندنا على شبكة الانترنت، وهناك فرصة اكبر لوضع اسعار مماثلة او اقل نظرا لانخفاض التكاليف الثابتة وانعدام الوسطاء. ما عنديش وسيط، ما عنديش تاجر تجزئة، وبالتالي سهل جدا ان انا اعمل عروض اقوى واخفض في السعر علشان خاطر استهدف فئة اكبر من ايه، من الجمهور اللي بيهتم بايه، بانخفاض السعر. المجتمعات الافتراضية، قلنا المجتمعات الافتراضية مش بس الشبكات الاجتماعية، ولكن هي مخرجات الشبكة العنكبوتية بشكل عام، وهنتكلم عليها بالتفصيل بعد كده، وهنحاول نرتبها حسب خصائص كل موقع منهم، او حسب خصائص كل جزء منها، وحسب التطبيقات التجارية اللي بيقدمها لنا. واحنا قلنا في بداية المحاضرة قلنا ان التطبيقات التجارية عمالة تزيد يوم بعد يوم، منها المدفوع ومنها الغير مدفوع، والهدف من كده ان ايه، بقى في اتجاه لان الكل يحترف، او نسبة كبيرة من الناس بدأت تحترف التسويق الالكتروني، بقى في اتجاه لان يبقى في مواقع كتير جدا على شبكة الانترنت. بداية ان احنا في المحاضرة اللي فاتت قلنا ان دوت كوم بدأ ينتهي تقريبا، اما بتعمل سيرش على كلمة دوت كوم، عايز تعمل دومين دوت كوم ما بتلاقيش، بقى صعب انك تلاقيه، بقيت ندور في حاجات تانية، خلص دوت كوم. ده معناه ايه؟ ان في اتجاه، في تزايد في عدد المواقع الموجودة على شبكة الانترنت، وبالتالي بدأ يظهر تطبيقات اكتر تجارية، منها المدفوع ومنها اللي مش مدفوع، وفي منها اللي مدفوع بس بيديلك فري شهر، ممكن تستغل الشهر الفري دوت تجرب فيه حظك، ممكن تستفيد من خلاله قبل ما ايه، ما يقفل لك حسابك ويقول لك ان انت خلاص ايه، الشهر الفري بتاعك او الترايل فيرجن بتاعك خلاص انتهى، ابتدي ادفع بقى. فهنتكلم على ده بالتفصيل. التوزيع يقصد بيه لوجستيات وطرق نقل المنتج الى المشتري، ودي اتكلمنا عليها قبل كده، وهنبقى نتكلم عنها باستفاضة برضو تاني ان شاء الله. الامان، الامان عبارة عن شقين. الاول يقصد به خصوصية البيانات المنشورة على صفحات الانترنت. خصوصية البيانات وقلنا عليها، قلنا ان خصوصية البيانات دي معناها ان الصور اللي اكون حاططها تكون تخصني، ان اكون حاطط المنتج باسم شركة معينة، يكون في لوجو خاص بالشركة، يكون واضح قوي ان انا ببيع لحساب الشركة الفلانية، ولو المنتج بتاعي انا قادر على ان انا اعمل المنتج ده، اعمل له لوجو، اعمل له اسم، ابتدي ابني لنفسي السمعة بتاعتي والايه، والبراند نيم بتاعي. اما الجزء الثاني من الامان بيقصد بيه آلية الدفع الامن على شبكة الانترنت، بحيث تحصل ثقة بين البائع والمشتري. يعني ايه؟ يعني المشتري هيدفع الاول ولا يستلم بضاعته الاول؟ طب هنتقابل في النص ازاي؟ احنا ما نعرفش بعض، هو من بلد وانا من بلد، بلاش كده، هو من قرية وانا من قرية، جوه نفس البلد. طب هو هيدفع الاول ولا يستلم بضاعته الاول؟ الحل بسيط جدا، يا اما ان هو بيدفع عن طريق الانترنت لو هو شايف ان ده امن بالنسبة له، يعني لو هو مطمئن ان هيستلم المنتج بتاعه. والحل الاسهل من كده كمان، ان يجي عن طريق شركات الايه، النقل، اللي هي زي الايه، زي دي اتش ال. دي اتش ال بتقوم بالدور ده، هتسلم المنتج وهتستلم الايه، الفلوس لحسابي، وبعد كده انا اروح اتحاسب معاهم، هما ياخدوا النسبة بتاعتهم وانا هاخد ايه، تمن الايه، المنتج بتاعي.